بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن عمليه علاء عجلان لعلاج سرعه القصف. اول حل نهائي لسرعه القصف في العقل. العمليه دي يعني انهت فصول من عجز الاطباء في مواجهه مشكله سرعه القصف. العمليه بتتعمل من عام 2009، بقى لنا 13 سنه بنعملها. العمليه الحمد لله رب العالمين مسجله باسمي في المراجع العلميه. تعرضت على 10 من اكبر مؤتمرات في العالم في مختلف التخصصات، سواء الطب الجنسي او المسالك او الذكوره او التجميل. والحمد لله يعني حازت القبول. اتعرضت في التلفزيون المصري في حلقات قبل كده على الفضائيات، واتدبلجت ل 23 لغه مختلفه فضلا عز وجل. العمليه طبعا نسبه ساتسفاكشن ريت او نسبه رضاء المرضى، يعني دي حاجه كنا زمان بنقيم حاجه اسمها نسبه نجاح، دلوقتي بقينا بنعمل حاجه اسمها ساتسفاكشن ريت، يعني نسبه الرضاء، لان احنا ما بنعملش العمليه الا لشخص واثقين من ان نسبه النجاح تقارب ال 100%، لان احنا بنعمل فحص للعمليه. يعني ده بيبين لنا ببساطه شديده هل المريض ده هينفع يتعمل له عمليه او هيستفيد منها ولا لا. الفحص بيقول لنا ده هيستجيب للعمليه ولا مش هيستجيب. لو الفحص قال هيستجيب يبقى خلاص احنا ضامنين ان الراجل ده قبل ما يخش غرفه العمليات العمليه بتاعته ناجحه. الفحص قال ان هو مش هيستجيب يبقى خلاص يعني في حلول اخرى عندنا بفضل الله عز وجل. فبقت القصه مختلفه عن زمان، ان انت بتدخل العيان مش بتفكر في نسبه نجاح. يعني ايه؟ كنا بنقول مثلا ما دخل العمليه دي نسبه نجاحها 70% 80% 50%، والمريض بيبقى عارف كده وده عرف طبي متبع. ولكن الجديد اللي تغير في الجراحه دي ان احنا بقى عندنا يعني احداثيات او معلومات من الاول، ان احنا بقينا نقدر نقيم ايه المريض اللي انا ضامن ان عمليه نجاحه تقرب 100%. انا مش قادر اقول 100% لان كمان اللي واحد على السؤال، ولكن من الناحيه النظريه المريض ده انا بحكم ان هو عمليته ناجحه من قبل ما يخش اوضه العمليات طالما خدت القرار بان انا هعمل عمليه. العمليه تكنيك بسيط جدا، حوالي 10 دقائق. المريض بيقعد في المستشفى 4 ساعات، بيخرج من المستشفى بعد ال4 ساعات دولت بيمارس حياته العاديه، ممكن يستحم، ياخد سيارات، اعمال خفيفه، العلاقه الزوجيه بعد اسبوعين. نسبه الساتسفاكشن زي ما قلنا بتاع العمليه 99.6، يعني حاجه من الناحية الطبية أعلى نسبة نجاح لعملية في سرعة القصف على مستوى العالم. تاني نقطة إن هي ما فيهاش الآثار الجانبية اللي كانت موجودة في العمليات المؤقتة. يعني كان في عمليات لسرعة القصف قبل كده وكانت غير ناجحة. كانت الأسباب إن ممكن يحصل منها مشاكل زي مثلا يحصل عجز جنسي، يحصل فقدان في الإحساس وبشكل مؤقت أو دائم. الحاجات دي خلت العمليات دي محدودة. ولكن عملية علاء عجلان ببساطة ما بيتمش فيها اي تكنيكات من المستخدمه في العمليات السابقه دي. هي تكنيك جديد جدا. احنا ببساطه العضو الذكري بنقص عضله صغيره من العضلات اللي موجوده في مجموعه من العضلات، بنقص واحده صغيره ونقص حته كده صغيره نص سم في مكان الطهارة. دي العمليه ببساطه 10 دقائق. العمليه ميزتها انها امنه، نتيجتها دائمه فوريه، ما بتاثرش على الانجاب، ما بتاثرش على الانتصاب. طيب العمليه دي اعملها لمين؟ اعملها لاي واحد بيستجيب للبريدكشن تيست، للاختبار، ببساطه شديده. طب يعني بشكل اوضح ممكن تتعامل لاي واحد ما بيستجيبش للعلاج الدوائي. اي واحد بيستجيب للعلاج الدوائي بس الاثار الجانبيه بتاعت الادويه مضايقاه، الشباب الصغير، لان الشاب الصغير ما عندوش استعداد، واحنا بنشوفها كتير ان واحد يجي لي عنده مثلا 22 23 سنه وتقول له والله ده انت عندك سرعه قصف ومحتاج تاخد علاج وهتمشي على علاج مدى الحياه، ما بيتقبلش انه ياخد علاج 40 50 سنه قدام. دي صعبه شويه. النقطه الاهم مع المرضى اللي بيركبوا دعامات، يعني حالات الضعف الجنسي اللي بتركب دعامات لازم يعمل عمليات تاخير القصف. احنا عندنا في علاء كلينك المستشفى بتاعتنا الحمد لله رب العالمين هي المستشفى الوحيد في العالم اللي بيعمل التكنيك ده. يعني ده بشهاده الجميع. احنا اول مركز في العالم والمركز الوحيد في العالم اللي بيعمل عمليه علاء عجلان. وده امر منطقي لان احنا اللي ابتكرنا العمليه وبقى لنا 13 سنه بنعملها. وعملنا لمرضى من 36 جنسيه مختلفه وفق ما ايه اثبتنا في الابحاث المنشوره والموثقه. طيب العمليه ببساطه عشان نقول المريض ايه اللي يخليه يعني يعملها مع الدعامه، ان احنا مريض الدعامه عنده فكره خاطئه ان الدعامه بتديله متعه بلا حدود. يعني ايه؟ المريض اللي جاي يركب دعامه ده هو طبعا عنا كتير وبالنسبه له دي هي الحل الاخير، فيعني زي ما بيقولوا كده ايه الـ يعني الـ يعني هو الـ زي ما بيقولوا ايه الجعان
يحلم بسوء العيش، مش عايز رغيف واحد، يعني عاوز كل حاجه يعوض الفقد اللي عنده. فالمريض اللي بيركب الدعامه معتقد ان هو بعد تركيب الدعامه هيبقى العلاقه مثلا اقل حاجه 5 6 ساعات يعني، ولما يبقى قنوع يقول لك ده هم ساعتين او ساعه. لا احنا بنسمع الكلام ده من المرضى، يعني احنا ما بنقولش حاجه من عندنا. فالمشكله ان المريض معتقد انه هيبقى في استمتاع كامل طول فقرته، وده على ارض الواقع امر محض خيال. ليه؟ لان المريض مجرد ما حصل القصف، يعني المريض مثلا في انتصاب بفعل الدعامه، الدعامه ممكن تخلي العضو ينتصب 24 ساعه يوميا، مش مختلفين في دي. ولكن مجرد ما حصل قصف خلاص المريض بيخش في حاجه اسمها موت جنسي. الرجل بعد عمليه القصف بيفقد الاحساس. خلاص مفيش احساس جنسي، مفيش استمتاع جنسي، هيكمل زي الروبوت او الانسان، قلل اشباع الطرف الاخر، ولكن هو مفيش. فلو اول قصف عنده بعد دقيقه دقيقتين 5 دقائق خلاص، هي المتعه بتاعته هي المده دي، هيكمل بعد كده بشكل اقل لاداء الطرف الاخر، مفيش متعه بالنسبه له خالص. حته بقى انه يستمتع ساعتين وثلاثه، ده كلام هيكتشف ان دي يعني مش امر دقيق، او هو ما حسبهاش صح او ما توقعهاش صح. فايه الحل؟ الحل ان احنا بنأخر له القصف، سواء هو بقى كان طبيعي او كان هو عنده سرعه قصف في الحالتين، دي حاجه حسب اختياره. هتأخر له المده عشان يستمتع فتره اطول، يبقى كده زودت القيمه المضافه لعمليه الدعامه اللي هو بيركبها. طيب هل ممكن عيان يقول لي طب انا مش عاوز اعمل عمليه وانا عاوز اعمل دعامه واشوف اي حل اخر؟ ممكن تاخد ادويه مع الدعامه، ممكن تعمل حلول جراحيه اخرى على العجلان، بس مشكله الحلول الاخرى انها حلول مؤقته. لازم تبقى عارف الكلام ده، احنا ما بنحبش المسكنات، احنا بنحب الحلول الجذريه. عمليه علاء عجلان هي الحل الجذري الوحيد المعترف به من المؤتمرات العالميه الكبرى. واللي عاوز يتاكد من الكلام ده ممكن تراجعه على جوجل سكولر او على الانترنت، او على العمليه منشوره في مراجع علميه كتير على مستوى العالم. وشكرا.